في نارك. الطفل ده ايه مشكلته؟ قالك عنده كذا مشكله. اول حاجه ان الالومينيت والليفت كومون كاروتيد والليفت سبكليفيان دول بيغذوا الهيد والنوك والابر ليم، صح؟ يعني ده هيطلع منه على النك، ده رايح فينها؟ على الابر ليم، ده برضه على النك وعلى الابر ليم، صح؟ فالعيل ده يبقى ضغطه عالي جدا في الهيد والنك والابر ليم، وضغطه واطي جدا فين؟ في اللور بارت مين؟ البري، صح؟ يبقى عندك اول حاجه اهي هايبر تنشن في الهيد والنك واللور ليم والابر ليم، ماشي، وهاي بوتنشن وسكيميا في اللور هاف دي، تمام؟ ادي حاجه يعني سكيميا نقص بلاد سبلاي. يعني ايه المشكله الثانيه؟ قال لك الجسم بيحاول يتفاعل مع الموضوع ده ازاي؟ قال لك في انستموز بين القرش والديسندنج ثراسك اورتا. انستموز بين القرش والديسندنج ثراسك اورتا. بص معايا كده، افكركم بحاجه. كان في عندنا الانتركوستال سبيس، ماشي، كان في انتيرو انتركوستال ارتريس وبوستيرو انتركوستال ارتريس، صح؟ مش كده؟ وده كان بيدي كولاترال برانش. دول مين يا شباب هنا؟ انتيريور انتركوستال ارتريس. مين اللي ورا ده؟ بوستيريور انتركوستال ارتري، تمام؟ دول تبع مين؟ الانترنال ميموري، صح؟ اللي هو طالع منين يعني؟ من السبكليفيان، اللي هو جاي منين؟ من القرش في اورطه، صح؟ طب ده مين طالع منين؟ من الديسندنج ثوراسك اورطه، من 3 لغايه 11، صح؟ يبقى الانستموزس من السبيس الثالث لغايه ال 11 هيحصل فيها دايلاتيشن. هيحصل هنا في ايه هنا؟ دايلاتيشن اوف انستموزس. تمام؟ وهيحصل بيقول لك الارترز بيكم تورشس، ماشي، وبتعمل حاجه اسمها اندنتيشن اوف ريبس. يعني ايه الكلام ده؟ الارتري طبعا دول عامل كده، صح؟ الارتري بالمنظر ده تخينه بقى ايه؟ تورشس. ليه؟ الدم بقى كميه كبيره جدا تعدي فيه، صح كده؟ وبقى يضغط على الضلوع وبقى يسننها كده، بقى عامل زي السنان كده. الضلوع نفسه بقى داخل لجوه. اصل الكلام ده من صغره، مش اصل الكلام ده بيحصل وهو كبير. الطفل لسه صغير، عظمه طري لسه، تمام؟ فالارتر التخين ده ضغط على الضلوع وبيخليها عامله زي مسننه كده، بتعمل حاجه اسمها اندنتيشن اوف ريبس. طب في انستموز ثانيه موجوده مش مذكوره عندكم في الكتاب. اند دايلاتيشن اوف انستموزس انسايد ريكتا الشيث، فاكرينها؟ بتوين، ما دي مش موجوده في الكتاب، بس هو كاتب بس في الكتاب الحته دي، برضه بتحصل، ماشي؟ سبيرو بجاستريك مع انفيرو بجاستريك، ماشي؟ بتوين سبيريور اند انفيريور بجاستريك ارتريز. ما هو الانفيريور تبع الاكسترنال ايليك، صح؟ اللي جاي من الديسندنج اورطا، تمام؟ والسبيرو تبع القرش في اورطا، يبقى في انستموزات بس عاملهم، دي مهمه كمان دي. في اي مشاكل يا اخوانا؟ فهمتوها؟ طيب. ده اسمه كواركتيشن اوف اورطا، او ضيق او اختناق مين؟ الاورطا. يبقى العيل ده برضه ما اعرفش في سيرجي ولا لا، المفروض ان الضغط الليم، ضغط الدم في الابر ليم اوطى من اللور ليم من 10 ل 20 ملم ميركري. قال لك في الطفل ده العكس، بتلاقي ضغط الابر ليم اعلى منين؟ من اللور ليم، المفروض اللور اعلى. يعني دايما في الاطفال بنقيس الضغط في اللور ليم، سن صغير عنده سنه سنتين بتاع فاخد قد كده اصلا، فبنقيس الضغط فين؟ في اللور ليم. معايا؟ المفروض عامه يعني ضغط اللور اعلى من الابر من 10 ل 20 ملم ايه؟ ميركري. ده بالعكس بقى، الابر هو اللي اعلى منين؟ من اللور. فهمتوها؟ برضو حاجه عايز اقول لكم عليها. يعني يعني في ايه تعالى الانتركوستال نيرفز او الثوراسيك نيرفز عموما كم واحد؟ ها؟ 12 بير، صح؟
كلهم ماشي. طبعا بتكلم عن الفنتر الرمايه بتاعتهم، كانوا بينتقلوا بيغازوا جدار الستوركس من قدام صح مش كده؟ تمام، اللي هم ايه الابر 6 واللور 6 ماشي. اول سته دول ماشي بي سبلاي السكن اوف ثراس كول صح، ودول بي سبلاي سكن اوف ابدومينال وول صح. بيقول لك ايه لو حصل التهابات في الاعصاب دي، الريتيشن اوف ثوراسك نيرفز هيعمل الوجع هيسمع فين؟ ماشي، هيعمل بين فين بقى؟ ماشي، لو الابر 6 ولا اللور 6؟ اللور 6 هيبقى فين يا اخوانا هنا؟ الوجع فين؟ في الانتيرا ابن الول. طب في الابر 6 في الشيست وول. شفت القصه عامله ازاي؟ يعني كل نيرف يغذي منطقه، النيرف نفسه فيه التهابات، يبقى المنطقه اللي تتغذى بيه هي اللي هيحصل فيها ايه؟ هيسمع فيها الالم ده. لو الابر 6 ثوراسك نيرف يبقى تسميع الالم فين؟ في الشيست او في الثوركس، يعني تلاقي وجع جلد صدر بيوجع جلد من بره. لو في اللور 6 الوجع هيسمع منين؟ في البطن من تحت. فيها مشكله؟ طب حاجه ثانيه برضه، بص افتكر معايا كده البلورا، مين ده يا اخوانا هنا؟ الديافرام صح كده؟ دي انهي بلورا دي؟ ميدياستاينال بلورا صح؟ كان في نيرف كده اسمه النيرف ده فرينك صح؟ احنا قلنا ايه؟ الفرينك بيغذي مين؟ ده فرينك نيرف ودول انتركوستال نيرفز. الفرينك بيغذي الميدياستاينال بلورا ومين؟ والسنترال ديافراجماتيك صح؟ والانتركوستال بيغذوا البريفرال ديافراجماتيك بلورا صح؟ ايه المشكلة؟ لو حصل التهابات في البلورة الوجع هيسمع فين؟ الانتركوستال على حسب بقى مش كده؟ على الشيست وول او ابدومينال وول مش كده برضه؟ ماشي، هنا هيحصل ريفيرد بين على مين؟ على الشيست وول صح؟ شيست اند ابدومينال وول. ده لو حصل التهاب فين يا اخوانا؟ في البريفرال ديافراجماتيك بلورة. طب لو في السنترال ديافراجماتيك او في ميدياستاينال بلورة؟ قال لك هيسمع مع الفرينك. الفرينك ازاي يعني؟ الفرينك جاي منين؟ من السيرفايكال نيرف الكام ها؟ الثالث والرابع والخامس. قال لك هيحصل ريفيرد بين في المنطقه اللي بيغذيها السيرفايكال الثالث والرابع والخامس. قال طب الفرينك طالع من السيرفايكال 3 و4 و5، قال لك ما هو سيرفايكال 3 و4 و5 بيغذوا الشولدرز. الجلد اللي على الشولدر والشولدر نفسه كمان. عن طريق اعصاب ثانيه. ماشي؟ قال لك خلاص يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل العيان ده هيجي له ريفيرد بين فين؟ في الشولدرز. فهمت القصه عامله ازاي؟ ليه الالم بينتقل عن طريق مين يا اخوانا؟ عن الفرينك. هنا في ريفيرد بين فين يا اخوانا؟ للشولدرز. ماشي؟ يبقى وجع الاكتاف اكتب على حسب رايت ولا ليفت، على حسب لو دي فيها التهاب او دي فيها التهاب. هنا يبقى على الليفت، هنا يبقى على الايه؟ على الرايت. فهمت القصه عامله ازاي؟ يبقى على حسب في التهابات في البلوره. قال لك طب لو في التهابات في الكوستال بلوره هخش استول بقى. تمام، مش دي بره اصلا؟ ما هو الكوستال بيغذيها انتركوستال، اي حاجه في الانتركوستال هتبقى مين؟ شيست وول. خلصنا. او ابدومينال وول على حسب ابر 6 ولا لور 6. الميدياستاينال والديافراجماتيك دول قال لك فرينك، فرينك جاي من السيرفايكال من الرقبه، السيرفايكال بيغذوا الكتف ماشي. فلو في وجع او في التهابات في الميدياستاينال او الديافراجماتيك بلورا تعمل ريفيرد بين فين على طول؟ على الاكتاف. فهمتوا القصه؟ صعبه؟ برضه بمناسبه الريفيرد بين القلب، لو في مشكله في القلب بتسمع فين؟ بص معايا كده. الكاردياك بين، الكاردياك ايه؟ بين، بص معايا.
طب قبل ما نخش على الكاردياك بين تعالى بس نفهم الموضوع كده. بالنسبه للكوروناري ارترز، كوروناري ايه ارترز، في حاجه انستموزس ماشي. قال لي كلمه انستموزس معناها لينك بتوين تو فيسلز، ممكن يبقى ارترز او فينز كده تمام. يعني على سبيل المثال بورتو سيستميك انستموزس، دي فينس ولا ارتيريال انستموزس؟ دي فينس مش كده ماشي. ممكن بتوين فينز، ممكن بتوين ارترز ماشي، ممكن بتوين ارتري وفين. هدول طب ما احنا خدنا ان في ارتريول صح، بيبقى في كابيلرز بعد كده صح، بعد كده فينيول صح، ارتريول وفي فينيول وفي في النص كابيلرز صح معايا. طب دي انستموزس مش انستموزس دي، انا بقول ارتري على فين على طول، في وصله بينهم. يعني بص بص ادي ارتري كده اهو، ادي فين، مفيش كابيلاري، في فيسل بيوصلوا ببعض، ارتري وفينس ايه انستموزس. دي نورمال موجوده، دي نورمال موجوده في الجسم، دي موجوده فين؟ قال لك الدايركت كونكشن ده. طب بس ناخد مثال اول، اللي بتوين الفينز ازاي؟ از ها بورتو سيستميك انستموزس. بتوين الارترز زي مين كده؟ از انتركوستال ارترز، مش في انتير مع بوستيرو صح؟ زي الانتركوستال ارترز. طب ايه اللي بين الارتر والفين دي على طول؟ از جلوماس بودي في السكن بيرجوليت التمبريتشر. بيقول لك ربنا خلقنا في ايدينا كده في الجلد هنا، وبالذات في منطقه الصوابع دي، في دايركت كونكشن بين الارتز والفينز اللي موجوده هنا من غير كابيلاريز، مفيش ايه كابيلاريز، وسموها جلوماس بودي، سموها الحته دي. ايه وظيفتها؟ بتنظم الحراره بس، بتنظم الهيت ايه، بتنظم حراره الجسم من خلال الوصله بين الارتر وايه والفين. دي موجوده فين؟ في الاطراف، وخصوصا المنطقه بتاعت الصوابع، واكتر منطقه فيها الكلام ده كله اللي هي بتاعت الاطراف دي عند الضوافر كده ماشي يا اخوانا. بيسموا يعني في ارتري وفين نورمالي موجود نورمالي بينهم انستموزس ماشي، بس الكلام ده موجود في الجلد، واخص منطقه الاطراف البريفيريز، اكتر منطقه معرضه للبرد لما تيجي تتلج، اكتر حته بتتلج فيك صوابعك. فهمت يا اخوانا؟ في مشاكل صعبه. طيب في بقى مناطق ما فيهاش انستموزس، يعني في ارتري بيخش يغذي اورجن وما فيش بينهم ايه انستموزس. اسمع بقى معايا كده، هناخد مثلا مثال في الكدني اند سبلين. بالمناسبه موضوع الانستموزس دي بتكون ارترز دي بيسموها كولاترال سيركوليشن. يعني بصوا، يعني احنا عندنا دلوقتي ارتري ماشي كده، الارض ده بيتفرع بالمنظر ده مثلا، ده بيدي فروع وده بيدي فروع ماشي. هنا دي اسمها كولاترال سيركوليشن، او اسمها الثاني ارتيريال انستموزس. ايه اهميتها دي؟ قالت مهمه جدا، لو حصل اوبستراكشن للارتري يحصل دايليتيشن لمين؟ للكولاترال ايه سيركوليشن، زي ما خدناه في الكواركتيشن دلوقتي، لما حصل ضيق في الاورطه وسعت الانستموز اللي بين الانتيرو الايه والبوستيرو انتركوستر. يبقى دي اهميه الكولاترال ايه سيركوليشن ماشي. امبورتنت تو سبلاي الديستال بارت اوف لم وين ارترز اوكلودد. يعني كده بروكسما كده سهل صح، الدم جاي كده. هي اهميتها ايه في الانستموز دي او الكولاتر سيركوليشن؟ قال لك لو الارتر اتقفل الديستال بارت بتاع اللمب بيجي له بلاد سبلاي كويس من خلال مين؟ الكولاتر سيركوليشن. فيها مشكله؟ قال لك طيب في بعض الاورجن ما فيهاش الكلام ده، او في ارترز ما بتعملش كولاتر سيركوليشن زي الكليه والاسبلين. ازاي الارتر عامل كده؟ الارتر بيدخل، مش قلنا في خمس فروع في الكليه فاكرين؟ الارتر بيدخل بالمنظر ده. طبعا هو بيغذي منطقته بس،
مفيش اي انستموزس، مفيش اي ايه انستموزس. بيسموا المنظر ده اناتوميكال اند ارتريز. يعني ايه؟ مفيش انستموزس خالص. لو الارتر اتقفل ده هيموت، كل المنطقه دي ايه هتموت خالص، هتاخد من الجنب مش هتاخد من الجنب. الارتر بيغذي المنطقه دي، هيغذي المنطقه دي، ماشي. الكلام ده في الكيدني وفي السبلين وفي البرين برضه موجود، الكلام ده موجود، ماشي يا اخوانا. طيب في بقى ساعات حاجه تانية. ازاي؟ بصوا الهارت مثلا، تلاقي العضله عامله كده، ارتر داخل وارتر تاني، ده بيتفرع وده بيتفرع، في بينهم انستموز برضو. بس تعال نطلع كده المنظر بره عامل ازاي. ده ارتري وارتر صح؟ هنا الانستموز موجوده بس ضيقه جدا، بحيث لو ده اتقفل مش هتلحق او مش كفايه انها تمد دم للمنطقه دي. فهمتوا القصه عامله ازاي؟ فبرضه دي المنطقه دي ايه هتموت، بس في اوريدي انستموز موجوده تمام، بس هل هي شغاله؟ هل فيها دم كفايه بيغذي المنطقه دي؟ فبيسموها فانكشنال اند ارترز. يعني في انستموز بس غير كافيه انها تسبلاي الايه؟ المنطقه دي. فالارتر الاخير ده بيسموه فانكشنال اند ايه؟ ارتري. يعني هو ظاهريا اند ارتري بس في برضه انستموز موجوده بس زي قلتها يعني. دي موجوده فين المنظر ده؟ قال لك موجوده في الكورونرز. ماشي؟ بين الكورونرز وبعضها في انستموزز بس مش شغاله، بحيث لو ارض الكورونر اتقفل المنطقه اللي بيغذيها ايه؟ هتموت، ما بتلحقش تفتح وتغذي المنطقه الايه؟ المصابه. فهمت يا اخوانا؟ يعني سواء دي او دي المنطقه لو انا قفلت الارتر بتاعها هتموت. بس هنا اصلا ما فيش انستموزز، بيسموها اناتوميكال اند ارترز. دول هنا في انستموز موجوده بس ما لهاش اي وظيفه، بس في ارترز موجوده لحم مع بعضها بس ما بتعملش حاجه، اسمها فانكشنال اند ايه ارترز. الانستموز بين الكورونرز وبعضها فانكشنال انستموز، اسمها ايه؟ فانكشنال ايه انستموز. فهمتوا يا اخوانا معايا؟ طيب طب لو في الم في القلب بيسمع فين؟ بص معايا، كاردياك بين اخر حاجه دي بقى بتسمع فين؟ ريفيرد تو، بص كده معايا، ادي منظر اهو، بس ديت هي مش دي احسن. قال لي بيسمع للفرنت بتاع الشيست، سمع فين؟ في الفرنت اوف شيست، اسمها بيكتورال ريجون. او الفرنت اوف شيست يعني. ايه تاني؟ وداخل على الرقبه صح كده؟ على الروت بتاع النك صح؟ الروت اند ليفت سايد اوف نك. ايه تاني؟ الانر سايد بتاع الليفت ارم صح كده؟ الانر سايد اوف ليفت ارم. طب مين اللي بيشيل الوجع ده؟ خدت في الفسيولوجي ان القلب بيغذيه سمباثيتك وبارا سمباثيتك صح؟ قال لك اللي بيشيل وجع السمباثيتك. اللي بيشيله مين؟ السمباثيتك. قال لك الوجع ده ترانسميتد باي سمباثيتك فايبرز للابر فور سوراسك نيرفز، للابر فور ايه؟ ثوراسك نيرفز، ماشي. فالتسميه ده اللي هي منطقه التوزيع بتاعت مين؟ الابر فور ثوراسك. قلت طب ما الفيرست ثوراسك ما بيخش في فيركا بلكسس فاكرينها؟ مش الفيرست ثوراسك نيرف اتيبيكال فاكرين؟ ليه؟ عشان بيشارك مع السيرفايكل في تكوين بريكال بلكسس بتغذي الابر لم. اه داخل فيها اهو، ماشي. ليه برضه في الليفت؟ ليه برضه في الموضوع ده صعب جدا على فكره. ناس تقول لك ايه؟ اصل القلب والمنطقه دي من الجلد كان اصلهم حاجه واحده في الجنين. فدلوقتي المفروض ان الريفيرد بين في حاجه اسمها درماتوم. يعني ايه درماتوم؟ القلب بيجي طبعا ما فيش وجع من القلب نفسه. الاشارات بتطلع من القلب تروح على المخ. طبعا المخ هيوجهها فين؟ قال لك بيبدا يوجه القلب للمنطقه اللي كانوا بيتكونوا مع بعض فيها. يعني القلب والمنطقه اللي بتلونها قدامكم دي كان اصلهم التكوين واحد. ما
ماشي. فتوزيعه النيرفات واحده، اللي بيغذوا القلب هم بيغذوا الايه المنطقه دي بس. القلب ما فيش سنسيشن، يبدا الريفيرد بين اللي طالع منه ده يروح على المخ، فالمخ يسمع فين الالم ده، يسمعه على المنطقه اللي كان بايه اما كانوا اصحاب مع بعض هم صغيرين، اللي هي المنطقه بتاعت الايه الليفت سايد. في ناس تقول لك ايه ده الكلام ده كلام نظريات، الكلام ده كلام فارغ ماشي. وجع من القلب هيسمع في الناحيتين يعني، ما هو في ثوراسك نيرف من ناحيه ومن ناحيه بيغذوه. قال لك من القلب سلايتلي شيفت تو ذا ليفت سايد فبيسمع في الليفت. بعد كده التوجيز ده وعشان على ناحيه الليفت يعني. قال لك المشكله باثولوجي اصلا، ايه المشكله؟ قال لك دلوقتي مشاكل القلب كلها فين؟ قال لك في الليفت سايد. في الليفت سايد بتاع مين؟ الهارت، اللي هو الليفت فنتركل. ده من هو بتاع المشاكل كلها. لو في سكيميا في الليفت فنتركل، لو في مماته في عضله القلب في الليفت فنتركل، فالتسميه كله في الليفت. الاوريجن نفسه في المشاكل بتاع القلب كلها فين؟ في نادر جدا ما بيحصل في الرايت. طب اقول لكم حاجه، في كتب ومراجع تقول لك ايه ان الالم بيسمع في الرايت برضه كمان، بس مش دايما يعني، مش قاعده بقى. فاهم قصدي ايه؟ احنا هنتكلم بقى على الدرماتوم بتاع يبقى الرايت ماله ماشي. في عندك في بعض الحالات بيسمع في الرايت سايد ماشي، بس عموما يعني ليه في الليفت سايد؟ لان الجلد بتاع المنطقه اللي بتوزع عليها دي والقلب اصلهم حته واحده في الجنين ماشي، سيم اوريجن تمام. ايه تاني؟ ان القلب تلتد ناحيه الليفت سايد. ايه تاني؟ قال لك ان مشاكل القلب كلها فين؟ في الليفت فنتركل ماشي يا اخوانا. يعني لو حبينا نقول بقى ليه واي ليفت ماشي، قلنا ديفلوبت ماشي فروم سيم اوريجين تمام، اللي اصل واحد. اتنين الهارت تلتد، يعني ايه كلمه تلتد دي؟ ملوح يعني تو ليفت. ايه تاني؟ موست بروبلمز اوف هارت اوريجينيت فروم ليفت سايد ماشي. بس يعني ايه دي النظريه اللي ممكن نتكلم عليها كتير قوي، اللي هي بتاعت ان هو اصلا كان حاجه ايه واحده فين في الجنب. في مشاكل يا اخوانا؟ برضه في حته اخي سؤال برضه اخير، معلش استحملوني شويه شباب. احنا ايه قفلنا الموضوع خالص. احنا دلوقتي عندنا الميدياستاينم صح؟ ماشي. بيقول لك لو ماس في الميدياستاينم ماشي ممكن تعمل ايه الماس؟ كلكيعة يعني. ماي يعني كومبريس ميدياستاينال ستراكشر صح؟ زي ايه؟ يعني في كلكيعة، واحد يقول لي بس الكلكيعة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون انيوريزم. فاكرين يعني ايه انيوريزم؟ قال لك اورطة منفوخة على الاخر. الاورطة اتنفخ ايه على الاخر دي اسمها انيوريزم. اورتك انيوريزم. او ورم. او اللارجد لينفنود. ايه ده لينفنود؟ اه ممكن عدي البرتقانة كده. دي تعمل ايه دي؟ قال لي تضغط على اي حاجة في ميدياستاين. زي ايه كده؟ قال لك زي التراكية بيجي في ميدياستاينم صح؟ زي مين كمان في الميدياستاينم؟ اوسوفيجس. ايه تاني في الميدياستاينم؟ الفرينك نيرف. ايه تاني؟ اللنج على الجناب صح؟ ايه تاني؟ الايه؟ ما هو الاورطه ممكن يعملها اصلا تمام؟ قال لك لو هيضغط لك على التراكية يعمل ديسنيا. يعني ايه ديسنيا؟ دي تنفس. على الاوسوفيجس ديسفيجيا. على الفرينك نيرف شلل في الديافرام. ماشي؟ على الرئه يطبقها. على الفقرات. يعمل يعني حاجه اسمها ايروجن، تاكل في الفقرات. مين اللي يعمل الكلام ده؟ اورطه منفوخ، الليمفينود كبيره، ماشي؟ دي اسمها الحاله دي كلها كده بيسموها ميدياستاينال سندروم. متلازمة ماشي. يعني ايه متلازمة؟ ورم يعني واحد عنده ورم في الميدياستاينم وعنده صعوبة في التنفس وصعوبة في البلع وشلل في الحجاب الحاجز، دي اسمها متلازمة الايه؟ متلازمة مجموعة من الأمراض اسمها ميدياستاينال ايه؟ سندروم. صعب؟ في مشكلة؟ في بس حتة في الورقة عندكم في الأبلايت في بروبلمز الأوسوفيجس الفيرتبرال ليفل بتاعه ماشي؟ من اللي كام؟ من كام لكام؟ مفروض صح؟ بس الاختيار عندك هو بدايته من عند سيرفايكل 6 صح؟ من سيرفايكل كام؟ 6.
هو ده كريكود كارترج او بدايته. هو كان باختيارين، من سيرفايكال 6 لسوراسك 11 ولا من سيرفايكال 6 لسوراسك 12. بص طبعا السؤال محطوط غلط اساسا. في مراجع تقول لك نهايه الاسوفاجس عند الاسوفجيال اوبننج، ده خلاص اصل بعد الاسوفجيال اوبننج سنتي وربع يعني، يبقى عند تي 10. في مراجع تقول لك عند 11 ومراجع عند 12. طب انت جايب لي الفاريشنز اختيارات ماشي، فاحنا هنقسم بلد نصين من سيرفايكال 6 لتي 11 ماشي، يعني هنعتبر يعني هو نزل عند الفقره الكام؟ ال 11. يبقى بدايته في النك من عند الفقره السادسه ونهايته عند الفقره الكام؟ ال 11. بس لو انت قريت ماجريز او غيره يقول لك 10، نهايته عند الفقره الكام؟ ال 10. بس الاختيار اللي عندكم للاسف يعني 11 ولا 12، فانت من سيرفايكال 6 لحد كام؟ ثوراسك 11 ماشي. كفايه لكم النهارده كده. بصوا اتفرج على ايه؟ تو مين برونكاي صح؟ ليفت مين برونكاس ورايت مين ايه؟ برونكاس. طبعا دي بتفرع فرعين صح؟ ايه بارتريال وهيب ايه؟ ارتريال. مين اللي مين اللي عامله زاويه اقل مع الميد لاين؟ الرايت 25 درجه ودي كام؟ 45. بص معايا، لو حصل انهاليشن اوف فورين بادي، يعني واحده مثلا حاطه دبوس طالعه في بقها وبتكلم ومامتها بتنده عليها، يا فلان ايوه يا ماما، ايه الدبوس داخل فين؟ داخل مع الهواء على اللنج. طب يخش اسهل ازاي؟ يخش على الرايت لنج ولا على الليفت لنج؟ على الرايت، واللور بارت بتاعها كمان خش كده. ليه؟ عشان الرايت مين برونكس مور اور ليس ان لاين ويز تراكيه، يعني لك ان الرايت مين برونكس بتبقى على خط واحد مع مين؟ مع التراكيه. فلو في فورين بادي دخل او مثلا واحد شرق عيل صغير حبايه رز شرق فيها ولا بتاع، هتخش فين؟ على الرايت لانج، ما تخش فين؟ على الليفت لانج، عشان اولا الرايت برونكس اوسع من الليفت برونكس. ده مش كده وبس، ان الرايت برونكس مع خط تقريبا واحد مع مين؟ مع التراكيه، وعامله زاويه اقل مع الميد لاين، فاسهل ان الفورين بادي يدخل منين؟ من الرايت برونكس، اسهل منين؟ من الليفت برونكس. في مشاكل؟ حاجه ثانيه برضه، ايه هي؟ بيقول لك فاكرين حاجه اسمها سوبرا سترنال نوكش؟ اسمها ايه يا اخوانا دي؟ سوبرا سترنال نوتش، او ساعات بيسموها الجاجولار نوتش نسبة ان كان في فين كده فوق لو تفتكروا اسمه جاجولار فينوس ارش. المهم هنا النك، بيقول لك لو انت حطيت صبعك كده في الجاجولار نوتش هنا فوق كده فوقيه على طول هتحس بالتراكيه. هتحس بمين؟ بالتراكيه. بيقول لك التراكيه كان بي بالبيتد، يعني ايه تحس؟ يعني في الميد لاين فوق الجاجولار نوتش على طول. طب ده ليه اهميه؟ قال لك يعني لو التراكيه اتزحزحت في ناحيه بيدل ان في مشكله في الميدياستاينم تحت ماشي، يعني بيقول لك ايه شيفت اوف تراكيه عن الميد لاين، تتحرك يعني تحط ايدك ليه التراكيه مش في الميد لاين، ده يدل ان في مشكله تحت فين؟ في الميدياستاينم، في ديسبليسمنت فين؟ في الميدياستاينم، في ورم، في مصيبه تحت فين؟ في الميدياستاينم، محركه التراكيه ناحيه الايه؟ بعيد عن الايه؟ الميد لاين. يبقى تاني دي اسمها ايه؟ سوبرا استرنال نوتش او جاجولار نوتش. لو حطيت ايدك فيها على طول كده في النك تحس بحاجه ناشفه كده، دي التراكيه ماشي، المفروض انها في الميد لاين. لو حسيت انها بعيد عن الميد لاين ملوحه بجنب يبقى في مشكله تحت فين؟ في الميدياستاينم، في ورم، في مصيبه، في ديسبليسمنت تحت فين؟ في الميدياستاينم. في اي مشكله؟ اخر حاجه بقى بص معايا، بص يا شباب بص معايا، لو احنا نفتكر مع بعض كده في كام ثوراسك نيرف؟ 12 صح؟ طبعا طويل بالترزي يعني، المفروض ان كل ثوراسك نيرف ماشي بيغذوا مين؟ قال لي الستة الفوقانيين واللور 6. يقول لك ايه؟ أول ستة بيغذوا من الشيست وول صح؟ الجلد بتاع الشيست وول.
واخر سته فاكرين الخيال اللي هم لور 5 انتر كوستال وسب كوستال بيخش في الانتير ابنا لور صح؟ يعني بيغازوا من الاسكان بتاع ابنا لور. طب لو في مشكله في الاعصاب دي او التهاب في الاعصاب دي قال لك بيعمل حاجه اسمها ريفيرد بين، يعني حاجه اسمها ايه؟ او الوجع بيسمع فين يعني؟ قال لك والله كل نيرف الوجع بيسمع في المنطقه اللي بيغذيها. يعني لو حصل التهابات في الاعصاب اللي هم الابر 6 دول هيحس بوجع فين؟ في السكن بتاع الشستور. طب لو حصل التهابات او اريتيشن يعني او التهابات في الاعصاب اللي هم الاخر سته دول هيسمع فين؟ في السكن بتاع الابدومين بس وخلاص. طب نرجع من كده في الرسمه دي. دي البلورا. كان في ميدياستاينال بلورا. اولا كان في فيسرال وبرايتا صح؟ الفيسرال مالهاش سنسور نيرف سبلاي. انما البرايتا ليها سنسور ايه؟ انرفيشن. البرايتا كان في ميدياستاينال وكان اسمها ايه دي؟ كوستال ودي اسمها ديافراجماتيك. وكانت الميدياستاينال بيغذيها الفرينك صح؟ مش ده الفرينك نيرف؟ والكوستال بيغذيها الانتركوستال اللي هم ثوراسك نيرفز يعني. والديافراجماتيك كان السنترال بارت والبريفرال بارت. السنترال بمينها؟ بالفرينك. والبريفرال بمين؟ بالانتركوستال. طب لو حصل التهابات في البرايتا البلورا، التهاب في البلورا كان اسمه لو تفتكروا فلوريزي صح؟ مش كده؟ لو حصل التهاب في الكوستال بلورا الوجع هيسمع فين؟ في الشستور اللي بيغذيها انتركوستال نيرفز. طب لو حصل التهابات في الميدياستاينال هو مين اللي بينقلها؟ الفرينك طالع من كام ده؟ قال لك السيرفايكال سيجمنت في السباينال كورد الثالثه والرابعه والخامسه بتغذي الدافرام والبلورا وبتغذي الشولدرز المفصل نفسه والجلد اللي عليه ماشي؟ فدلوقتي حصل التهابات فينها؟ في الميدياستاينال بلورا او السنترال دافراجماتيك ايه؟ بلورا. فهتسمع فين؟ قال لك في المناطق اللي بيغذيها السيجمنت الثالثه والرابعه والخامسه الاكتاف ماشي يا اخوانا؟ مش قصدي كتف المفصل بس، المفصل والجلد اللي على المفصل كمان ماشي يا اخوانا؟ لان السيرفايكال الثالثه والرابعه والخامسه دول بيدوا الفرينك وبيغذوا برضه نفس الوقت الايه؟ الشولدرز. فلو حصل التهابات في الميدياستاينال بلورا او في السنترال بارت بعد الدافراجماتيك بيحصل تسميع للوجع فين؟ في الرايت ايه او الليفت شولدر على حسب، لو في الليفت يبقى في الليفت شولدر، لو في الرايت في الرايت ايه؟ في الرايت شولدر. فاهم المشاكل؟ ده اسمه برضه ريفيرد ايه؟ ريفيرد بين. السؤال الثاني بقى القلب بقى. لو حصل مشكله في القلب نفسه ازاي؟ بص معايا. يقول لك في حاجه اسمها انجينا فيكتوريس او اسمه كاردياك بين. يسمع فين الكاردياك بين؟ هو ايه اللي بيغذي القلب؟ قال لي كاردياك بلكسس مش كده؟ كاردياك ايه؟ بلكسس. الكاردياك بلكسس كان فيها سمباثيتك وبره ايه؟ سمباثيتك اللي بيشيل الوجع من القلب السمباثيتك. هو ده اللي بيشيل الايه؟ البين. مين يا اخوانا؟ السمباثيتك.